اهلا ومرحبا بكم من جديد وسعيدين بالتواصل معكم في ام درمان هذا المساء وبالتاكيد مباشره الى ضيف مميز داخل الاستوديو. ندوه كانت اليوم بعنوان دور نيابه الاموال العامه في مكافحه الفساد وكان هذا بمناسبه اليوم العالمي لمكافحه الفساد. نعم سعودان ينضم الينا داخل الاستوديو الدكتور محمد العالم مدير كرسي النيلين لحكم القانون ومكافحة الفساد، وربما طالعنا في الصحف الصادرة من الخرطوم والاسافير تتحدث عن هذا الكرسي، كرسي النيلين لحكم القانون ومكافحة الفساد، لمزيد من التوضيح ولمعرفة خفايا هذا الكرسي وهل هو يحمل أربعة أرجل أم رجلين أم ماذا عن هذا الكرسي؟ يحمل شخص أم أشخاص؟ سنتعرف على هذا الكرسي ودوره من خلال الدكتور محمد العالم مساء الخير عليك مساء النور قناه النورمان العملاقه مساء النور مشاهدي قناه النورمان مساء النور كل الأهل والاحباب في السودان وخارج اسوار الوطن احييكم تحيه خالصه حقيقه كرسي النيلين لحكم القانون ومكافحه الفساد هو وليد اتفاقيه عقدت ووقعت في يناير 2016 بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد قطر وجامعة النيلين اختارت هذا المركز اختار الجامعة لتكون مقر لهذا الكرسي وهذا المركز الرولاك في قطر يرأس مجلس الأمناء الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام القطري والمحامي الخاص للأمم المتحدة في المنطقة شمال أفريقيا والمنطقة العربية اختير هذا الجامعة هذا جامعه النيل تكون مقر لهذا الكرسي ووقعت الاتفاقيه وبدا الكرسي نشاطه في ذلك الوقت وما زال التواصل وبدا بعدد من الانشطه الكبيره والحمد لله كانت كلها ناجحه بدا في استفتاء دارفور شارك فيها مشاركه فاعله وتقرير الاستفتاء عكس حتى لدى الامم المتحده وصل حتى الأمم المتحده نعم. والله الحمد نعم. طيب دكتور محمد العالم على ذكرك ان دوله قطر هي الداعم لهذا الكرسي وهي يعني ممكن تكون هي الشريك الاساسي هل الى الان تقوم قطر بمتابعه كل ما يحدث داخل الكرسي خصوصا انه حاليا هو تحت مظله النيلين ولا في استقلاليه تامه من من قطر في اتخاذ القرارات في في كامل الصلاحيات لديكم لا الكرسي حر تماما في فقط في المانديت والاتفاقيه الموقعه ان يعمل في حكم القانون ومكافحه الفساد آه وتربطنا جميعا الاتفاقيه اتفاقيه الامم المتحده لحكم القانون ومكافحه الفساد آه هذه الاتفاقيه التي وقعت آه في دخل حيز النفاذ منذ 2003 لكن السودان دخل اخيرا في 2014 دخل فيها هذا هو هذه هي المرجعيه لا. لجامعه النيلين بيننا وبينهم تبادل آراء تبادل تقارير تبادل رؤى الآن سوف يحضر شخص مهم جدا من الكرسي إلى السودان في يناير نراجع معه خطتنا ل 2018 ونعطيه تقاريرنا ل 2017 أداء تقرير أداء ل 2017 فلنا علاقات وتدريبات وتحضير ماجستير ودكتوراه ولنا في معهم تدريب ورش خارج قطر خارج السودان في المنطقة وإن شاء الله يعني موعدين بعدد من البرامج ستقام في الغريبة العاجل إن شاء الله. نعم حكم القانون ومكافحة الفساد بلا شك يعني ضرورة لبناء الدولة الديمقراطية والحديثة فكيف يمكن أن نؤسس لهذه القيم والمعاني؟ قطعاً. كل الدول وكل المجتمعات بدون هذه الجناحين لا يستطيع أن يطير ولا يستطيع أن يستقر حكم القانون من زاوية ومكافحة الفساد من زاوية ونحن نسميه الإصلاح الإسم الإيجابي ولكن الفساد أصبح هو الإسم الشائع كما قلت الاتفاقية التي وقعت بين الأمم ودخل السودان أصبح شريك فيها هي الحاكمة الآن وأي دولة دخلت في هذا هذه الاتفاق وهذا العهد وهذه الوثيقة ملزمة بأن تذهب في اتجاه هذه الوثيقة والإلزام يتدرج أولا يبدأ بدخول الوثيقة العهد والمصادقة عليها ثم بالتكيف وإنشاء الآليات وإصدار القوانين وإصلاح القوانين وإنفاذ القوانين درجة درجة والآن نحن ما زلنا في الدرجة الأولى أو الثانية في السودان نعم، طيب دائما يعني مكافحة الفساد، يعني إحنا شعار ممكن يوميا إحنا في تداول لهذا الموضوع مكافحة الفساد، مؤسسات تكافح الفساد تحت تحت القانون. هل في علاقة أو في شراكة ممكن تكون مباشرة بين الكرسي والحكومة حتى إنه هو من خلاله تتم يعني مداركة هذه العمليات، عمليات مكافحة الفساد في في الترابط وثيق جدا أم هم بيكتفوا فقط بالبحوث اللي أنتوا من خلال الورش أو من خلال الندوات اللي بيقوم بها الكرسي. هو الكرسي عبارة عن منبر أكاديمي بحثي تعليمي نعم. أكثر من أنه يكون آلية. آه، الآليات شأنها مختلف المجلس الوطني المراجع العام آه، النيابة هذه الآليات تقوم بدورها في المكافحة المباشرة ولكن الكرسي منبر أكاديمي. يقدم البحوث، ينتقد القوانين، يقدم الرؤى، يغير المناهج، يفعل المناهج، هكذا نقوم وبحمد الله عقدنا عدد من الورش كانت ناجحه جدا. اذكر هنا ورشه كانت كبيره في اليوم العالمي لمكافحه الفساد ونحن نعيش في ديسمبر هذا الشهر الذي ولدت فيه الاتفاقيه. كانت عن تسليط الضوء على قانون الشفافيه والنزاهه ومكافحه الفساد في السودان. آه ومدى اتفاقه واتساقه مع الاتفاقيات الدوليه والاقليميه وكانت هذه الورشه ورشه كبيره ومهمه جاء فيها المراجعه العام قدم ورقه جاء فيها الاعلام بروفيسور علي شم قدم ورقه للاعلام ودوره في مكافحه الفساد آه وعقب على ورقه المراجعه العام كآليه مولانا دفع الله الحاج يوسف وجاء استعرض القانون وانتقد القانون وانتقد القانون شخص من النائب العام مولانا الزمراوي نفسه وطرح القانون وإلى أي مدى يتسق مع, مع الاتفاقية الدولية وهنا برزت عدد من التوصيات الهامة أن يجب أن يفعل هذا القانون وتسحب بعض المواد خاصة فيها حصانات وأن يفعل وتكون المفوضية سريعا عدد كبير من التوصيات كانت هامة جدا جدا والقضاء والمراجعه العام قدم ورقه كانت كبيره جدا جدا وكانت مهمه وكان فيها معلومات غايه في الخطوره طيب يعني انا كبير. سؤالي لسه غايمه يعني دكتور يعني بعد كل هذه الورش والتوصيات اللي انتم بتقدموها هل الحكومه تهتم بهذه التوصيات وتقوم تنفذها من خلال مكافحه الفساد ام بمجرد اوراق تقدم فقط والله نحن دورنا أن 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 نقرع الأجراس وأن نقدم التوصيات المسنودة علميا ليست من منصات سياسية ولكن من منصات أكاديمية محايدة نقدم هذه التوصيات ونسلمها للجهات المعنية ونجد كل التقدير من الجهات المعنية ونظل نتابع اليوم هذه الورشة التي عقدت أيضا عقدت في موضوع النيابة وحماية الأموال العامة وخرجنا بعدد من النقاط المهمه في تعريف المال العام نفسه هل هو معرف ولا غير معرف وحدود المال العام وهل يعاقب عليه وهل وهل والنيابه دورها في في المال العام هذه كانت ورشه اليوم كانت مهمه وانتهت قبل قليل يعني نعم، أشرت بوضوح لمسألة اهتمامكم بجانب الدراسات والبحوث، هذا الجانب المهم ويجعلكم أكثر تخصصية في ذلك، هذا بلا شك قد وضعكم في, في 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 الطريق الذي ينادي بأولا عملية مسح شاملة للسودان لتتعرف على رقعة الفساد وانتشارها في السودان هل في دراستكم تناولتم ذلك وان كان الاجابه بالايجاب فحدثنا عن نسبه نسبه انتشار الفساد الموضوع قيد الدراسه ولانه موضوع صعب جدا والحدود فيه صعبه جدا جدا لذلك هو قيد الدراسه وقد نصل فيه لمعلومات عن عن, عن النسبه والاحصائيات إلى يوليو القادم إن شاء الله قد نصل وثم نقدر أن نعقد في يوليو القادم إن شاء الله ورشة عن هذه الإحصائيات وكيفية استرداد الأموال المنهوبة نعم بموجب القانون وبموجب الاتفاقية هل استحبتم في في هذه الدراسات وما تقدمون مسألة العقوبة لأن دعنا نقولها بصراحة المجالس السودانية لا تخلو في حديثها عن ان من يفسدون لا يحاسبون، فهل اصطحبتم ذلك في 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 ندواتكم في في خصوصا ان هناك اوراق تقدم من النائب العام وهو معناها بالقرب منكم، فهل ذلك ياتي في اطار اهميتكم لتنفيذ ذلك الامر داخل الكرسي؟ أشار الأكاديميون بصورة واضحة جلية كما تفضلت لنقاط كانت منتقدة عندهم في القانون وأول نقطة كانت فيها هي التي تحدثت عنها الحصانة والإصرار على تحصين بعض الناس وبعض الوظائف من المساءلة وكانت منتقدة ولكن ما زالت موجودة في القانون طبعا الحصانة وجعلت المفوضية حتى لم تكون حتى بهذه الطريقة لم تكون حتى الآن ولكن عندما تكون بموجب هذا القانون ستكون فقط هي عباره عن لجنه تحقيق ليست اكثر من ذلك ليست لها دور ليست لها اليات ليست لها سلطات هي هي لجنه تحقيق انتقدت هذه النقطه ايضا في انه يجب ان ترفع المفوضيه تبقى مفوضيه حقيقيه تقوم بدور في المكافحه تسائل تحاسب تقدم الان هي اقل من ذلك وهذه ايضا لم تكون حتى الان الا تتفق معي ان الحصانه احيانا قد تعيق مكافحة الفساد؟ هي في قطعا رفعناها توصية واضحة جدا أن يجب أن لا يحصن أي شخص ضد مكافحة الفساد معلش يعني تكون في إجراءات أكثر حتى نصل إلى شخص أهلا وسهلا بها ولكن أن يحصن هذه أمور يعني تعيق العدالة نعم. طيب خلينا نتحول إلى إلى حديث آخر يعني واحد من القوانين اللي أثارت جدل كبير جدا في أواسط المجتمع السوداني أو حتى ممكن تكون مشكلة كانت كبيرة وأثارت أو يعني أثارت حراك قانوني كبير قانون يبقى الحين السداد وكرسي النيل لحكم القانون ومكافحة الفساد عقد العديد من الندوات حول هذا القانون ويعني عملت اختراق لبعض يعني بعض الحديث فيه وكمان طلع بتوصيل. خلينا نتكلم عن هذه النقطة هذا موضوع مزعج جدا وهذا موضوع كبير جدا ظل الشعب السوداني يراقب من بعيد ويتساءل لمصلحة من يبقى لحين الممات أو لحين السادات هو للممات وانطلاقا من هذا التساؤل عقدت هذه الورشة في قاعدة الصداقة وكانت ورشة كبيرة جدا أتينا بها بكل أطراف جاء اتحاد أصحاب العمل الذي يدافع عن البقاء عن الشيك من 79 والبقاء لحين السداد وهذا وجاء اهل الفقه الاسلامي تاصيلا وجاء عدد من قدم عدد اوراق ضد هذه الرؤيه وتكاملت الرؤى وكان كان حوارا كبيرا خرج منه المتحاورون والمناقشون وحضور الورشه الى عدد من التوصيات الكبيره انه البقاء عبد الله مولانا عبد الله البروفيسور قدم ورقة هو ضد يبقى لحين السادات تماما ويعتقد أنها عودة إلى عهود ما قبل الميلاد استرقاق المدين آه فجاءت هذه التوصيات في هذا الاتجاه لكن حتى الآن نتساءل لمصلحة من يبقى لحين السادات المدين لأنه هو عودة عودة, عودة للرق نعم <applause> يمكن عدد برضو من المفوضيات والهيئات لمكافحة الفساد ومع ذلك الحديث عن الفساد لا يتوقف وتقرير المراجع العام يشهد على ذلك المراجع العام يقدم تقرير وهو طبعا من اهم الاليات وواحده من الاليات ويقوم بدور عظيم جدا جدا، هذا العام لعله المؤشر انحسر وبهذا ارجو ان اشير وانبه الى ان السودان يتحدث الناس عن وجود الفساد فيه بصوره كبيره ولكن واضح ان السودانيين لا يهتمون بالمعايير في دول فاسده فساد اعلى بكثير من السودان لكن لا تظهر لانهم يراعون المعايير السودان لا يراعي المعايير فقط اذا جينا وطبقنا واهتم السودان والسودانيون بالمعايير وتطبيقها سيكون موقفه اخف وبعدين فساد السودان كل الفساد اللي انا لا ادافع عنه ولكن كل الفساد الموجود في السودان لا يعادل فساد شخص واحد في, في ميزانيات دول أخرى يعني مع ذلك لا يبرر هذا ولكن لا. يجب أنه يلاحق الفاسدون كيفما كانوا واينما كانوا يعني. نعم، طيب هي في 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 التشريعات ممكن تكون الثقافه، التربيه والنزاهه الشخصيه. هي اي منهم ممكن تكون مشكله مكافحه الفساد؟ والله هي قطعا مكافحه الفساد هي تربيه واخلاق وضمير. نعم. آه، تنعكس من ثم على باقي الـ آه الثقافة وفي تشريعات. نعم. لا. ولكن آه، الضمير وحده لا يكفي. يجب أن يحاط بتشريعات قوية رادعة. نبدأ من الموظف وإهداره لوقته في العمل هذا فساد. آه، من استخدام النت استخدام الكمبيوتر في الأمور الشخصية. حتى اليوم تحدث أحد الإخوة تأصيل للفساد حتى قبل الهدايا من لجنه المناقشه بعد مناقشه الاطروحه اعتبره ضرب من ضروب الفساد، طبعا نعم. هذا الامر مختلف فيه يعني نعم. نعم. ولكن يحتاج الى كل ذلك نعم, نعم. مزاهة، اخلاق ضمير محاط بتشريع يحميه نعم. نعم. كيف يمكن ان نقرا عباره المال السايب يعلم السرقه في ظل عدم توفر الحمايه والمراجعه الكافيه؟ هو ذلك بالضبط هذا 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 بالضبط ما نعني انه المال السايب يعلم السرقه نعم. وكما قال الإمام أحمد بن حنبل لعله من أمن العقوبة أساء الأدب فإذا لم لم توجد عقوبات رادعة ومطبقة هي الآن المشكلة توجد عقوبات والقوانين موجودة ولكن لا تطبق وأحيانا تطبق بطريقة مغلوطة مثلا عندنا التحلل التحلل فقحا وأصوله الفلسفية مختلفة تماما عما نطبقه الآن يجب ان تكون مساله مختلفه تماما يعني فكيف يتحلل المجرم وحرك ضد الاجراءات تماما لا. كيف يتحلل هذا الشخص هذا الشخص الان تحت طائله القانون يعني نعم طيب دكتور يعني دائما قوانين مكافحة الفساد هي دائما مثيرة للجدل لو تكلمنا عن يبقى لحين السداد وكمان قانون الشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد وقانون التحلل دائما هي مثيرة للجدل الناس دائما بتكيف عندها لانها هي المحك هي المحك وهي التي ترسم الطريق للمجتمع حتى يعبر فاي نوع من المجاملات فيها يعني انتقاداتها مهمه الشفافيه اخرجوا لنا الحصانات قانون مكافحه الفساد الثراء الحرام اخرجوا لنا التحلل وكل المعوقات للقبض على الفاسدين يعني وكل القوانين يجب ان تتكامل في انه تنتقد وتجد اذن صاغيه تعدل تعدل وتعرف المال العام نفسه المال العام في السابق يا ابن ميري احد القضاه المشهورين قطع في المال العام مشيا على على قطع اليد مشيا على راي الامام مالك عليه الرضوان لان المال العام سرقته توجب القطع اخرون يذهبون في مذهب الجمهور في انه لا يقطع لان فيه شبهه ونتساءل اليوم ناقشنا هذا هذه المسأله الى اي مدى هذه الشبهه؟ هل هي شبهه حقيقيه ام ام الشبهه يعني لا تستند على على ارجل يعني؟ نعم دكتور محمد العالم ماذا تقول لمن يقولون في الحديث عن الشعب السوداني اننا شعب نجيد التنظير نجيد اقامه المحاضرات والندوات نجيد التفاكر نجيد البحث نجيد الاستشارات وننفق الاموال في ذلك ولكن التطبيق على ارض الواقع يكون صفرا. الى حد ما اتفق ولكن ما جلسنا حتى نسمي الامور بمسمياتها. نعم كل التنظير هذا لم نسمي الامور بمسمياتها ولم نتفق اتفاقا نهائيا فيها، فقط هي نوع من المجاملات، نوع من الترف ولكن عندما ننفذ الأمور بعينها ونحددها لكن اتفق معك إلى حد كبير نعم. هذا هل يتفاءل الكرسي بأن كل توصياته وكل ما يقدمه من دراسات وبحوث يمكن أن ينفذ على أرض الواقع أنا أعتقد نعم نعم إذا جاءت التوصيات من جهة محايدة ليست فيها شبهة شبهة غرض ستجد أذن صاغية ولكن ايضا الدولة حتى تقبل التوصيات لها ظروف وتقديرات نعم. احيانا تؤخر احيانا تقدم حسب ظروفها وتقديراتها ولكن تحترم جدا وهكذا كان تقريرنا في استاذ دارفور نعم. ذهب الكرسي بخبرائه واجرى في استاذ دارفور مسح وراقب وجاء بتقرير كان محل احترام عدد كبير من الجهات نعم. نعم زميلتي معزة كانت واضحة في سؤالها في بداية هذا الحوار ولكن يعني اعذرني شعرت ان هناك بعض الدبلوماسيه في في بعض الاجابه يعني التي نا. تقدمت بها. المساله المتعلقه بعلاقه هذا الكرسي بالدوله، وما يمكن ان تمليه الدوله على الكرسي، وما يمكن ان يحدث فيه تغييرا الكرسي داخل الدوله. حدثنا بشفافيه اكثر، فانتم اهل الشفافيه، ووجدتم في هذا الكرسي لاجل الشفافيه. آه شكرا، شكرا اختي ايضا. آه حقيقة الجامعات بموجب قوانينها كل الجامعات هي منابر حرة حرة في الانتماءات السياسية والفكرية وحرة في التدريس فقط مربوطة بمنهج ولكن طريقة حتى عرض المنهج فيها حرية كبيرة جدا جدا أو هكذا يفترض وتأسيسا على هذا الكرسي في هذه البيئة قام بيئة الجامعة وبيئة ومعرض الكرسي من آراء ومن ورش وندوات ورد الفعل من الإعلام لمدة شهر أحياناً الإعلام يتحدث ما كان يقبل لو لم يكن من الكرسي قبل وما سمعنا بصحيفة صودرة أو, 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 أو تم التضييق عليها أو هكذا يعني فيبدو أن ذلك يحسب لصالح أن الجامعات عندما تقول رأي فقط المطلوب أن تتحدث الجامعات إن تحدثت الجامعات وقامت بدورها بأمانة ستجد من يسمع لها نعم طيب يا دكتور خلينا نرجع للندوة نفسها ندوة نيابة الأموال العامة في مكافحة الفساد ونتكلم عن الأوراق اللي يعني حتكون مقدمة من خلال هذه الندوة وأهم التوصيات اللي أنت متوقع أنه ممكن تخرج بها اول توصيه انتقدت الندوه في انه ما هكذا يجب هذا الموضوع بعد ما برزت معالم الموضوع انتقد الحاضرون ان يجب ان تكون يكون هذا الموضوع مؤتمرا كبيرا وتحضر فيه الدوله بكلياتها هذا كان اول انتقاد ثم دلف الناس الى الى مثل توصيات توصيه كانت جريئه جدا من الاخوان في قسم الفقه واصوله في الكليه قدموا ورقه عن التاصيل حماية المال العام مفهومه وحدوده نعم. وجاءوا إلينا ب... بعجائب يعني منها أن الضرائب وال... وال... والجمارك طبعا نحن في أصلها ممنوعة شرعا نعم. نعم. فأكدوا ذلك وجعلوا من التحصيل استثناء بشروط غريبة آه، كانت مثار جدل آه، تعريف المال العام وحدوده والزكاة ووجوب رجوع الزكاة الى الماليه بدل ان تستقل بذاتها، فهي كانت اصل بيت المال المسلمين، لماذا يعني تنأى بنفسها بعيده عن بيت المال وعن الماليه؟ ونوع والتعريف تعريفات واضحه في القانون للمال العام، ذكرت في احدى الاوراق قدمتها مولانا آآ فاطمه آآ وهي رئيسه نيابه المال العام انه تعريف المال العام في القانون ضعيف. يجب ان يعرف بوضوح. يعني المال العام ومجموعة العقارات والمنقولات وهكذا يعني هذا أمر المملوكة للدولة هذا يحتاج إلى تعريفات أدقة والمراجعة العام ودوره وعلاقته بالنيابة يعني كل بث شكواه وكل بث ما عنده من انتقادات يعني لا. كانت واضحة دكتور محمد العالم إن طلبت منك رسالتين يعني رسالة للمفسدين في في السودان ورسالة لمن كانوا ضحايا للفساد فماذا أنت قائل؟ المفسدون قطعا هم داء كبير وعقبه في الطريق. الرساله اليهم انه تذكروا انكم ستتركون هذا المال. كيف كيفما فعلتم لن تستمتعوا باكثر مما يستمتع الانسان العادي وستتركونه لخليفه لكم وهذا الخليفه سيغير اتجاه المال ليس كما تتمنون. والحساب ينتظركم ان فلتتم من حساب الدنيا فحساب الاخره ينتظركم. اما ضحايا الفساد هم كثر فما ماذا اقول لهم؟ <applause> شكرا مع شكرا, شكرا جزيلا لا. دكتور محمد العالم مدير كرسي نيلين لحكم القانون ومكافحه الفساد وامنياتنا كبيره ان يحقق او يقدم هذا الكرسي كثير من الدراسات والبحوث التي تفيد فعلا في تغيير الحاله في السودان وتضيق دائره الفساد في السودان وانا سعيد جدا في هذه الامسيه ان اكون معكم وارجو ان يعني تتكلل مساعي هذه القناه العملاقه بالنجاح وارجو للكرسي ايضا نجاح ان شاء الله وشكرا من هنا لدوله قطر التي يعني تعيش برغم كل ظروفها وتمد يدها بقوه للناس في هذه الموضوعات شكراً اتمنى شكراً كذلك مم. ان يكون العام القادم هو عام الكرسي فيه يتمدد مم. ويحقق أهدافه ان شاء الله شكراً, 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 شكرا لك دكتور محمد مم. 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 العالم مدير كرسي النيل لحكم القانون ومكافحه الفساد كان ضيفنا عبر هذا المساء بعد الفاصل نعود ونتواصل في مدرمان هذا المساء ابقوا معنا